بعد ينطوي على ماذا هذا التأجيل ضياء؟ يعني حسب تقديرات، حسب قرارات أمنية حتى لا يكون هناك تصعيد في حي الشيخ جراح؟ نعم داليا، بالفعل ربما ما دفع الحكومة الإسرائيلية ودفعت المستويات العليا في إسرائيل لطلب تأجيل المحكمة هو حالة الخوف من أن تتحول تلك التظاهرات لتشمل جميع أحياء البلدة المدينة المقدسة، حي الطور، سلوان، راس العمود، العيسوية وغيرها من الأحياء الفلسطينية التي غالبا ما تشتعل في شهر رمضان المبارك. وهذا طبعا الخشية الأخرى أن تمتد تلك الأحداث إلى الضفة الغربية ومن ثم إلى منطقة قطاع غزة حيث لربما قد تنعكس. في هذه الأثناء هذا أحد المستوطن الذي يقوم باستفزاز المتواجدين، وقاموا الشبان هنا بالصراخ عليه بأن اذهب إلى البيت ولا تخرج، وها هم المستوطنين يخرجون في هذه اللحظات من هذا المنزل الذي استولوا عليه قبل فترة من الزمن بحجج أن هذا المنزل تعود ملكيته لهم. ونلاحظ بأن الشرطة الإسرائيلية يعني القوات الخاصة الإسرائيلية تتحدث مع المستوطنين بلطف على عكس ما يقومون به مع الشبان الفلسطينيين، لا يوجد حديث سوى بالضرب، بالقمع، بالضرب. نلاحظ بأن هؤلاء المستوطنين أيضا يعني أحضروا ربما مواد تموينية لهم حتى يستكملوا هذا اليوم مشوارهم في داخل هذا البيت بأعداد كبيرة تصل إلى هذا البيت ويسمح لهم بالدخول إلى حي الشيخ جراح، بينما على العكس تماما لا يسمح للفلسطينيين الآن بعدما أغلق الحي بشكل كامل عند كل مداخله إلا فقط للصحفيين ومن سكان الحي يستطيع الدخول، ما دون ذلك لا أحد يستطيع. هؤلاء النشطاء أيضا الذين نراهم الآن في هذه الصورة هم وصلوا منذ ساعات الصباح الباكر، لم يكن هناك إغلاق لهذا الحي، تمكنوا من البقاء، وعدد منهم متواجد أيضا في فناء المنزل الذي خلفنا مباشرة. وهذا طبعا يدل على أن يعني الأمور تذهب إلى البقاء هنا حتى لو يعني كان القرار الإسرائيلي بتأجيل المحكمة الإسرائيلية في حي الشيخ جراح، إلا أن الأمور ستبقى على ما هي عليه في هذه المنطقة، وبذلك يعني ستكون التطورات وستكون التوترات على حالها وسنشهد مزيد من القمع، لأن الشبان هنا سيقومون بإفطار هذا اليوم من رمضان في هذه المنطقة ويحضرون الوجبات، وجبات الطعام للصائمين، ويقومون بالإفطار وبعد ذلك يجلسون كما يجلسون الآن في هذه الصورة، فقط يغنون للقدس، يغنون للصمود في حي الشيخ جراح، ينددون بالاعتداءات الإسرائيلية، وبعد ذلك لا يروق ذلك للأمن الإسرائيلي الذي يأتي لقمعهم مباشرة، وتتحول هذه المشاهد إلى ربما صورة عنيفة جدا بسبب طبيعة الحدث وحساسية المكان الذي يعتبر مهم جدا بالنسبة للفلسطينيين. هذا الحي داليا يعتبر من أرقى الأحياء في القدس الشرقية، كان على مدار في القرن التاسع عشر من أرقى الأحياء ولا زال فعليا، حيث كان أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا ضياء، هناك يبدو تطور.